كم وعد المغرب مقيوس ولا مريوح ولا مخطي شي روح. يا اليوم غنشوف لكم سعدكم وخا نشوف عندي شويه قليل، غنضرب لكم كارطه، غنشوف لكم زهركم وميمونكم كيدير، غنضمص لكم الميمون عندكم. يا كامل غنضرب الكارطه للمغاربه جمله، كلكم حطوا يديكم على قلبكم وقولوا ها قلبي ها خمامي ها باش ياتيني الله، ها قلبي ها خمامي ها باش ياتيني الله. يا قلبكم على بلادكم خايبه زينه بلادكم، يا تخمامكم في البترول وغيأتيكم الله بشباط هو اللي غيحفحف ليها غيجمع ليها حب وتبن. يا قاطعتكم مضموصة بحق ما عندي ما ندير ليكم. يا شكون هذا اللي مرة باللحية مرة بلا لحية وراكب عليه عاودو كيتبورد بان ليا بجوادو دايرين بيه العفاريت صليين. كاينة الفلوس كاينة الفلوس، ولكن وقت ما كتكون الفلوس كتكون حدا طريق طويله، اللي دا شي ريال كيشد به الطريق، وما كايناش طابله المخزن بيناتهم، ما كاينش اللي يحاكمهم، ما كاين غير ادخلوها بصبابيطكم تسليم هاتهم، وما كطلع عليهم فلوس وانتم اللي خرج لكم. ها الميمون ديالكم هاكم هاكم مجموع مجموع، هادي اللي ما كيكبروهاش فيكم حنيني. هاي يا كويت هاي هادي اللي شاط لكم تسليم هاوك 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 يدور بزراويتو. شكون هذا؟ ما يكونش وزير الداخليه تسليم. يا عندكم شي سحور، يا هذا غيكون شي واحد من الحكومه كيلبس 45 فرجدي وتخطى شي حجاب ودخلوا للبلاد. يا التعليم عندكم واكل التوكان اغادي ومستوه، اما واحد الاقتصاد متقفينو حتى حاجه ما كتصدق. يا حاجه اللي عندكم فيها القبول وهي الزياده، الزياده عندكم فيها القبول تسليم. يا ديروا النيه ونعسوا مع التنميه ولكن البلاد غتقاد غتقاد ان شاء الله في ثلاث اوقات، غتقاد في ثلاث اوقات، ما نقول لكم ثلاث شهور، ما نقول لكم ثلاث سنين، ما نقول لكم ثلاثه القرون، المهم الا ما تقادت اليوم غتقاد غدا غدا.